ممثل الشركات الملاحية العالمية الجامع الكريم. بداية أتقدم بالتحية والتقدير لشركاء النجاح من مختلف أنحاء العالم ولكل من حرص على مشاركتنا الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. كما أود أن أتوجه بالتهنئة للحضور الكريم والشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيا المولى عز وجل أن يجعله شهرا مباركا علينا جميعا وأن يشمل وطننا الغالي بالخير وأن يظللنا سبحانه وتعالى بأمنه وأمانه. يطيب لي وأن أقف بينكم اليوم ونحن نحتفل بيوم التفوق لهيئة قناة السويس، وهي ذكرى نجاح أبطال الهيئة في التغلب على أزمة جنوح السفينة إيفر جيفن وتفوقهم في مواجهة واحدة من أعتى المشكلات التي يمكن أن تقع في ممر ملاحي بأهمية قناة السويس. وأنتهز هذه المناسبة لأعبر عن شعوري بمزيج من السعادة والفخر لكونها ليست فقط مناسبة لإبراز الأداء المتميز والصلابة التي يمتلكها العاملون بالهيئة، وإنما يعد هذا اليوم رمز على قدرة الإنسان المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن تلك التي تتفوق بامتياز في تحويلها بعون الله إلى انتصارات وإنجازات. أما ونحن نسترجع معا هذه اللحظات الفارقة والتي كان يشهدها العالم أجمع ما بين مساند لجهودنا وبين متأمل فيما يمكن أن تسفر عنه أزمة إغلاق أهم شريان ملاحي وتجاري عالمي، وبين متربص لإصدار أحكام قد تكون قاسية على كيفية إدارة هيئة قناة السويس ومن خلفها الدولة المصرية للأزمة. ونحن نسترجع ما حدث على مدار 6 أيام، لابد من كلمة للحقيقة والتاريخ أجدها ويجدها كل منصف مفتاحا للتفوق والنجاح والأداء المبهر لأبطال القناة خلال جهود تعويم السفينة الجانحة، ألا وهي المساندة الكاملة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تابع الموقف لحظة بلحظة وأشرف بنفسه على قيادة عملية إنقاذ وتعويم السفينة على مدار الساعة. وقبل كل ذلك آمن سيادته بقدرة العاملين في هيئة قناة السويس باختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم على التعامل مع الأزمة بما يمتلكونه من كفاءة ومن خبرات ممتدة ومن صلابة في مواجهة أعتى التحديات ومن عزيمة وإصرار على رفع اسم مصر عاليا. لقد كانت مساندة السيد الرئيس الجمهورية هي كلمة السر في كل ما تفجر من إصرار على مواصلة الليل بالنهار دون كلل أو إرهاق ودون راحة أو نوم حتى انجلت الأزمة في 6 أيام فقط، وهي الأزمة التي كان مقررا لها في أفضل التقديرات أن تستغرق 3 إلى 6 أشهر. فضلا عما كان سيترتب على هذه الأزمة من أثار سلبية سواء على حركة التجارة والملاحة الدولية أو على قناة السويس الممر الملاحي ذي الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الغير مسبوقة تاريخيا وجغرافيا. العرفان والتقدير والتحية واجبة أيضا من القلب للعاملين بهيئة قناة السويس أبطال القناة الذين أداروا الأزمة بثقة وعقلية وعزيمة الإنسان المصري صاحب التاريخ الضارب في العمق لآلاف السنين والمقدر بصدق العظم المسؤولية التي يتحملها وخطورة الأزمة التي يواجهها. فتحية من القلب لجميع العاملين بهيئة قناة السويس الذين رفعوا اسم بلدهم والمؤسسة التي ينتمون إليها عاليا وكانوا خير مثال للإنسان المصري الذي تزيده المحن صلابة وعزيمة. كما أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك وساهم في إنجاح المفاوضات ذات الصلة بأزمة إيفر جيفن حتى أبحرت السفينة بسلام. طبعا إحنا لو نتكلم على المفاوضات أنا بشكر التيم كله بصراحة لأن إحنا خدنا شهور طويلة في عملية المفاوضات، ولولا إصرارهم برضو وحبهم لبلدهم ما كانش المفاوضات دي هتنجح. فإحنا بنشكرهم وهم موجودين معنا النهاردة بنسمن جهودهم وسهرهم ليالي طويلة حتى أنهينا هذه الأزمة بنجاح، وكانت أزمة مزدوجة حكاية المفاوضات. أولا أنت عايز تجيب أفضل سعر أو أفضل يعني المبالغ اللي كلفتها الهيئة في عملية الإنقاذ، وكمان مش عايز تخسر العملاء والزملاء معانا والشركاء في التجارة العالمية. توجيه الشكر للسيد يوكوهيتو هاجاجي رئيس الشركة المالكة للسفينة أيضا على تعاونه معانا من اليوم الأول لغاية لما انتهت أزمة السفينة ورحية المفاوضات، وكان راجل متعاون جدا. توجيه الشكر للسيد كيتاكي ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على إصراره أن يكون متواجد معنا اليوم بكلمة عبر الفيديو كونفرنس. ولعل الاحتفال بيوم تفوق هيئة قناة السويس هو مناسبة للتأكيد على أن الهيئة قد نجحت خلال العامين الماضيين في تخطي العديد من الصعاب
التي لا تقل خطورة عن أزمة جنوح السفينة إيفر جيفن. ومن المناسب هذا الصدد أن نشير إلى جملة ما تحقق من إنجازات بلغة الأرقام والإحصائيات رغم تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد مع ما ترتب عليه من أصابر مدمرة على العالم أجمع، وهي ما نجحت الهيئة في مواجهته عبر العديد من السيناريوهات، فضلاً عن تطبيق حزمة واسعة من الحوافز التسويقية كان لها أكبر الأثر في تجاوز المحنة بنجاح وتحقيق أرقام هي الأعلى في تاريخ الحقيقة قناة السويس، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن النجاح في مواجهة التحديات كان نجاحاً مضاعفاً. إحنا لو نبص مع بعض كده على حركة الملاحة خلال 21، هي أرقام غير مسبوقة في تاريخ القناة كله. يعني نشوف أعداد السفن اللي مر خلال 21، 20,694 سفينة، بزيادة 10% عن السنة السابقة وكل السنوات اللي قبل كده. الحمولات الصافية 1,270,000,000 طن، بزيادة 8.5%، والإيرادات كانت 6,330,000,000 دولار، بزيادة 12.8%. برضو احنا نطمن حضراتكم على حركة الملاحة من يناير لغاية مارس دلوقتي بالرغم الأزمة الموجودة والحرب الروسية الأوكرانية، وطبعا احنا تأثرنا طبعا بيها لأن احنا لينا سفن بتيجي من البحر الأسود، ولكن الحمد لله برضو لو بصينا كده في 22 من 1 يناير لغاية 27 مارس 5068 سفينة عبروا. في السنة اللي فاتت في نفس التوقيت ده كان معدي 4,434 سفينة، بزيادة 9.2%. الحمولات 299,000,000 طن، والسنة اللي فاتت كان 281,000,000 طن، بزيادة 6.2%. العائد بالدولار كان 1,600,000,000 دولار، والسنة اللي فاتت كان 1,360,000,000، بزيادة 18.5%. احنا سياسة التسعير اللي اتخذناها حقيقة كانت سياسة ناجحة جدا، وكنا لازم نعمل كده، وقلنا كنا هنخسر زي 2008 و 2016 في الأزمتين اللي كان حصل قبل كده، فكانت ريسك محسوب. تخفيضات كبيرة، يعني عملنا حزمة تخفيضات لنقلات الغاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأمريكي والهند ومشرقها من 24% ل 75%. تخفيضات كبيرة لكن كانت ضرورية. برضو سفن الحاجات القادمة من شمال غرب أوروبا إلى مواني جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط كانت عملنا من 6% ل 17%، وسفن الحاجات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا عملنا من 45 ل 65 إلى 50 ل 75%. حقيقة احنا برضو خلال الفترة دي عملنا زيادة في الرسوم المؤقتة او في المنشورات اللي احنا بنقول عليها، ودي كان طبعا اساسها الضغط اللي علينا في التجارة العالمية اللي بيحصل، يعني زيادة نوالين الشحن بواقع 6 اضعاف، الحرب الروسية الاوكرانية، ارتفاع اسعار تأجير السفن، ارتفاع اسعار النفط والتضخم اللي موجود، اجبرنا ان احنا نعمل الموضوع ده، لان احنا برضو في خدمات احنا بنأديها لهذه السفن وبنستخدم فيها سفن قطارات ولانشات عبور، بنستخدم فيها 16 محطة بطول القناة، بنستخدم فيها مرشدين، يعني كان الضغوط علينا كانت كبيرة، فكان لازم ان احنا برضو نتماشى مع السوق ونزود. لكن انا بقول برضو اطمنكم ان الزيادة دي زيادة مؤقتة، ممكن تتغير في أقرب وقت، ممكن تتلغي خالص، ممكن تقل حسب الظروف، الموقف اللي احنا بنمر فيه. هي مش زيادة ثابتة، انا اطمنكم لكده، واحنا بنتابع، واحنا دايما على فكرة العملاء بتوعنا دايما نصب عيوننا، بنشوفهم ونشوف مشاكلهم بنحاول نحلها. ورغم تحقق من انجازات أبرزتها وبوضوح الارقام سالفة الذكر، الا انه منطلق حرص هيئة قناة السويس على ضرورة استمرار تطوير المجرى الملاحي بما يعزز من ريادته العالمية، فقد تبنت الهيئة بدعم كامل من القيادة السياسية مشروعا ضخما لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، وهو المشروع الذي يعد واحدا من اهم المشروعات التي تنفذها الهيئة في السنوات الأخيرة. حقيقة ان المشروع ده فعلا مشروع ضخم، واحنا كان في حساباتنا ان احنا ننفذه يمكن من يناير اللي فات دوا، لكن احنا بدرنا فيه وعملناه في شهر 6 اللي فات بعد أزمة إيفر جيفن، لان احنا وجدنا ان احنا مستعجلين على مشروع القطاع الجنوبي دوا عشان نحسن حركة الملاحة فيه، نظرا لان القطاع دوا هو قطاع ضيق فيه انحناءات كتير، تغيرات المياه بتأثر فيه. فاحنا اشتغلنا في 40 كيلومتر من الكيلو 122 للكيلو 162، متقسم لمشروعين او يعني وحدتين. الاول في المنطقه في البحيرات المره الصغرى 10 كيلو من كيلو 122 لكيلو 132، وده بنعمل فيه ازدواج
والازدواج دون هيبقى عندنا قناتين في العشرة كيلو دول، هيضافوا لقناة السويس الجديدة، هيسمحوا بتواجد 6 سفن زيادة عبر المجرى الملاحي لقناة السويس. 30 كيلو التانيين من كيلو 132 لكيلو 162 جنوبا، دول احنا بنعمل فيهم توسعة لجهة الشرق 40 متر وتعميق من 66 قدم ل 72 قدم. ده هيسمح بأن حركة الملاحة في الجزء ده تكون أفضل بنسبة 28% طبقا للمعادلات اللي احنا عاملها. وعلى فكرة الأباطين من المراكب هيشعروا بهذا التحسن، وهيقلل تأثير التيارات المائية والاتجاه الريح من الجنوب، ويقلل كمان الانحناءات الكبيرة اللي موجودة في هذا الجزء. احنا ماشيين على فكرة أحسن من المخطط اللي احنا ماشيين فيه، يعني كمية التكريك اللي احنا المستهدفة والنفاذة يمكن كانت قدام حضراتكم، يمكن احنا كمية النفاذ دلوقتي 4 مليون متر مكعب، متر مكعب نسبة الإنجاز 23%، لكن احنا سابقين المخطط، وإن شاء الله هنخلص ميعادنا في شهر 7 إن شاء الله السنة الجاية. احنا بنشتغل على فكرة بالكركات بتاعتنا، يعني بدون استعانة بكركات من الخارج، عشان كده الموضوع زاد يمكن ل 24 شهر، لكن هنخلص إن شاء الله في الوقت بتاعنا. برضو احنا بنتماشى مع جهود الدولة المصرية بتبذلها في عملية التحول الأخضر أو التحول للطاقة المتجددة. 16 محطة اللي بطول القناة بنشغلهم دلوقتي بطاقة الرياح وألواح الشمسية، ده هيعمل انخفاض حوالي 16 طن في السنة للانبعاثات الضارة. برضه احنا حولنا كل عربيات المرشدين من البترول العادي أو من الوقود العادي للغاز المسال، وبالتالي برضه ده بيقلل عملية الانبعاثات من هذه العربيات. يعني برضه احنا بنخش في شراكات مع كيانات عالمية لتحويل السفن للعمل بالغاز المسال، سواء سفن القناة أو السفن اللي بتعبر القناة. المشروع ده شغالين فيه وفي تعاون مع دول أجنبية، لسه ما وقعناش لكن بدأنا فيه، وإن شاء الله هنبلغكم إيه اللي بنعمله لما نبدأ نعملها. برضه متفقين مع شركة لصناعية الجامعة وإعادة تدوير المخلفات الزيتية سواء الصلبة من سفن أو السيول السيلة عبر القناة، بحيث برضه نعمل عملية تبقى فعلا زي ما احنا قلنا نعلن إن قناة السويس هتبقى قناة خضراء في 2030 إن شاء الله. مواد ألفت النظر إليه هو أن هيئة قناة السويس هتنفذ هذه الإجراءات فإنها تتماشى مع جهود الدولة المصرية التي تبذلها في هذا الصدد، والتي كانت ثمرتها اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ في نسخته رقم 27، والذي يعتبر الملتقى الأهم على مستوى العالم بالنسبة للجهود المبذولة في هذا الإطار. إن هيئة قناة السويس هذا الصرح الوطني الشامخ الذي طالما كان رمزا من رموز العزة والكرامة المصرية ومحورا للعديد من المواجهات التي أسفرت عن تحقيق الانتصار الكاسح للإرادة المصرية، سيظل مصنعا للرجال المرابطين على هذا الصغر الأهم من صغور مصرنا الغالية، وسيظل أبطال القناة دوما عند حسن الظن الوطن بهم، لا يدخرون غاليا إلا ولا يبذلونه من أجل تحقيق المكانة الرفيعة لبلدهم بين الأمم. وإنني من موقع هذا أؤكد بالنيابة عن جميع العاملين بهيئة قناة السويس أننا نقف خلف القيادة السياسية الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى استعداد لبذل كل جهد والتضحية بأسمن ما نملك من دماء وأرواح في سبيل تقدم وازدهار مصر، وإننا نؤمن بما يجب علينا أن نقدمه فداء لبلدنا حتى تتحقق لها المكانة التي يستهدفها المشروع الوطني الشامل الذي تتبناها الجمهورية الجديدة، وهو المشروع الذي من شأنه أن يضع مصر في الموقع الذي يليق بها في صدارة العالم. وكما يقول فخامة رئيس مصر رئيس الجمهورية دائما أن مصر أم الدنيا وستظل كذلك دائما أبدا. عاشت مصر حرة قوية برئاسيها وجيشها وشعبها الأبي، وكل عام وأنتم بخير، وطننا الغالي في أمن واستقرار وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.